السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنكمل بالنسبة لسنة ثالثة طب الأطفال. النهاردة هناخد الباب الـ13. الباب ده بيتكلم عن الأمراض الروماتيزمية في طب الأطفال. يعني ايه قسم الروماتولوجي أو أمراض روماتيزمية؟ هنفهم معظمها يعني اسم دارج بس هنفهمه دلوقتي. أول حاجة هنتكلم عليه الروماتويد المفصلي الحدثي، أو بنسميه روماتويد أرثرايتس. ده من أكتر الأمراض اللي بتيجي في الأطفال اللي بيبقوا من 16 سنة. بيحصل التهابات في المفاصل والأنسجة اللي بتبقى حواليها، بينقسم لكذا نوع. النوع المتعدد، وده بيخش على كذا مفصل، يعني بيسيب 5 مفاصل أو أكتر. وفي نوع تاني بيبقى قليل، يعني بيبقى أقل من 5 مفاصل، مفصلين 3. في نوع بيبقى مختلف بقى، بيبقى مفاصل وأماكن تانية أخرى في الجسم. بالنسبة لأعراضه، بيحصل طبعا تورم واحمرار وآلام وسخونة بالمفصل، بيبقى المفصل وارم جدا مع صعوبة في الحركة، الطفل مش قادر يحركه. وبيحصل بعد كده لما بيفضل مدة كبيرة بيحصل تشوهات في المفصل ده، بيحصل التهابات في العين، بيحصل إصابة في أماكن تانية زي قلنا قبل كده، القلب ممكن يحصل فيه، والرئة، وتضخم في الكبد كمان. طيب بنعمل فحوصات ايه؟ بنعمل صورة دم كاملة، وبنعمل صورة ترشيب، وبنعمل روماتويد فاكتور او عامل الروماتويد. ودول في حاجة اسمها سير اكتيف بروتين، اللي هو البروتين التفاعلي سي ده، برضو بيعرفنا ان في ميكروب دخل جوه الجسم. وفي حاجة اسمها الاجسام المضادة للنوايا، اللي هي الانتي نيوكليير انتي بوديز، دي برضو بتسجست الكونفيرم الدياجنوزيس بتاعته. وطبعا نعمل اشعاعات على المفصل عشان نشوف المفصل اخباره ايه. العلاج طبعا لازم الطفل ده يريح، ما يعملش اي مجهود خالص، نعمل له بعد كده علاج طبيعي بس في حاله الالتهاب نفسه ما يكون خف. بعد كده نبدا نعمل له ادويه، نديله ادويه طبعا مسكنات، وياخد كورتيزون، لان ده طبعا التهاب شديد جدا. ولو ما استجابش للكلام ده كله بنستخدم مركب اسمه ميثوتريكسيت، ده طبعا يعني ليه اعراض جانبيه كتير. أملاح الذهب برضو من الحاجات اللي بتساعد في تخفيف الألم. علاج الملاريا اللي هو اللي الناس دلوقتي بتتكلم عليه، إن هو يبقى علاج للكورونا زي الكلوروكوين، وده أصلا بياخدوه العيانين بتوع الروماتويد. وطبعا هو ليه أعراض سامة كتير، يعني لازم ناخد بالنا من النقطة دي. طيب تاني مرض، مرض الذئبة الحمراء أو السيستيميك لوبس. ده بيبقى من أكتر الأمراض اللي بتيجي في الجهاز المناعي، بيجي دايما بسبب ان في اجسام مضاده بتشتغل تهاجم انسجه الجسم، ودي بتصيب البنات اكتر من الولاد، ودي بتبقى فوق سن الـ8 سنين. اعراضها طبعا ان بيبقى فيه التهاب في الكلى بنسبه 70%. الالتهاب ده ممكن يستمر ويعمل حاجه اسمها اديمه كلويه، او زي ما خدنا في الباب الـ12، وتعمل فشل كلوي، او لا قدر الله ممكن يحصل جلطه في القلب نتيجه ان في تصلب حصل في الشرايين من ارتفاع ضغط الدم وزياده الدهون والكوليسترول في الدم، او التهاب في الجلد. الجلد نفسه يبقى ملتهب، والانسجه دي الاجسام المضاده تهاجم الجلد، يحصل التهاب في الاوعيه الدمويه اللي ماسكه الجلد، يحصل طفح جلدي والخدين والانف، وبيبقى ليها يعني منظر كده بيسموه فيش ماوث ابيرنس مشهور. التهابات مفاصل وعضلات، وبيحصل تغييرات نفسية وعصبية كتير جدا، لأن طبعا الجهاز العصبي نفسه بيتأثر والأوعية الدموية بتاعته بتتأثر. الفحوصات برضو شبه القصة اللي فاتت، صورة دم كاملة وسرعة ترسيب بروتين السي ار اكتيف بروتين، الكومبلمنت 4 و 3. كومبلمنت أو المتممات دي مواد مناعية، الأجسام المضادة الأنتي نيوكلير أنتي بوديز قلناها، الوظائف كلى طبعا، ولو في حالة الكلى ملتهبة جدا لازم نعمل عينة من الكلى. طيب بنعمل علاج ازاي؟ طبعا بنتجنب التعرض لأشعة الشمس عشان الجلد بيبقى ملتهب أصلا. الإرهاق مع الراحة التامة، مع يعني ما نعملش أي نشاطات خالص والمرض شغال، إقلال من الدهون والملح بالطعام، ندي أدوية وكورتيزون وأدوية سامة للخلايا اللي يعني عاملة التهابات شديدة في التهابات الكلى والجهاز العصبي. بالنسبة لي كمان ندي انتهاكات واقية من الشمس زي مراهم الكورتيزون. طيب الرعاية التمريضية بتاعتنا بتبقى عبارة عن ايه؟ ان الاطفال لازم يريحوا طبعا، لازم نهيئ لهم البيئة المناسبة للمرض،
للمريض ونسانده نفسيا ونعمل له الاحتياجات بتاعته بوجه بشوش. ليه هنا؟ لان هنا الاطفال دول بيعانوا، ده مرض مناعي، حاجه كده ملهاش اي سبب غير ان الجهاز المناعي بيهاجم نفسه، فالطفل ده بيبقى مكتئب نفسيا، فلازم انا افضل مبتسم واديله امل في الحياه. تحضير المريض طبعا الفحوصات والاشعاعات والعلاجات، خريطه للسوائل قلناها قبل كده، والبول والضغط عند حدوث التهابات الكلى، نديله غذاء متوازن حسب تعليمات الدكتور. لما بيحصل غيبوبة لازم نعمل له تقليب كل شوية على السرير علشان ما يحصلش قرح فراش، بس في نفس الوقت أراعي إن هو بيبقى المفاصل عنده تعبانة، ولازم أنا إيه أبقى حنين وأنا بقلبه مش جامد عليه. ولازم نعمل له استحمام مستمر، لأن طبعا الجلد مش بيبقى في حالته الطبيعية وبيبقى فيه التهابات. شكرا.